نحن الثابتون في لبنان والشرق، غيرنا يأتي حينا ويذهب حينا آخر. صحيح أن امتداد وجودنا ليس مستقرا جغرافيا، لكن وجودنا بحد ذاته دائم الاستقرار. نحن قدسوا هذا الشرق وشياطينه، نحن صليبه وحربته، نحن نوره وناره، قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا، وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا. لبنان يلي بدنا إياه كون كلنا سوا، كل اللبنانيين عايشين على أرضه حياة كريمة، حياة حرة، وحياة بتليق بإنسان بمدخل القرن 21. هيدا لبنان يلي بدنا إياه. ما بقى نقدر نحمل وجود أي غريب مسلح على أرضنا. يلي هون وبعد اليوم لازم كلنا سوا كلبنانيين ناخد وعد حقيقي على نفسنا، ما عدا الجيش اللبناني الشرعي، ما عدا قوى الأمن اللبنانية الشرعية، ما بقى لازم نقبل إنه يكون في أي وجود مسلح غريب أو لبناني غير شرعي. خيالي يا شعل مضوي رح تبقى ببالي حكاية بطولي أقوى من خيالي. بشير بشير يا حلم الكبير يا لبنان الأخضر يا صرخ الضمير. بشير لبنان الأخضر يا صرخ الضمير. وقت يلي القضية تبعنا بدها ترجع تكون قضية لنعيش مثل ما كنا عايشين بالماضي، بقلق مستمر على المصير، بخوف إذا كنا بكرة رح نبقى على قيد الحياة أم لا، إذا كنا بدنا نضمنا عايشين وناطرين لنشوف مصر ب58 شو كان بدها تقرر عنا، وسوريا اليوم عمتين بيطلع على بالها هي تفل او ما تفل. نحنا هيدي مسائل منرفضها، والحرب تبعنا بتستمر طالما بعد حدا من جيراننا عم بنصب حاله وقلي عليه. جاي اطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة هالحقيقة تكون. لما منقول الحقيقة مثل ما هي نسعى لتغيير هالحقيقة هاي ولتظبيط الوضع، نسعى لتجنب كل الأخطاء والممارسات اللي هي منا مظبوطة، بس وقت اللي منموها يمكن يكون في ميل، أو يمكن مثل ما بقولوا لا توقعنا في التجارب، ما توقعوا الحكم بالتجارب ليصير معتبر انه منيح هالامور ما عم تنحكى، بقدر ضمني مستمر فيها او بقدر ضمني عم بتعد عن الحقيقة مثل ما هي. اين الوقت اليوم يكون عنا رئيس مو بس مطلوب بس مقبول ومصرين عليه لبنانيا، حتى اذا سوريا، حتى اذا مصر، حتى اذا الفاتيكان، وحتى اذا امريكا كان بدهم اياه، اذا نحن هالرئيس ما بيناسبنا ما بيجي. اذا الفاتيكان بده رئيس ماروني ليعمل له تجربة تعايش بين الإسلام والمسيحية ونرجع ندفع ثمنها كإسلام وكمسيحية 100,000 قتيل، يعملوا بابا عندهم ويعملوا تجارب قد ما بدهم، نحن ما رح نقبل هيك رئيس.
إذا أمريكا بدها أي جمهورية بلبنان لا يقدر يمرق لها مصالحها وخططها واعتباراتها ومصالحها على حساب الدمور بإعطاء الدمور للفلسطينيين لقاء فلسطين المحتلة وبإعطاء لقاء على سوريا لقاء الجولين بيقدروا يعملوا رئيس جمهورية أمريكا ويعطي شقف من أمريكا لسوريا أو للفلسطيني بس ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. إذا سوريا خيو بدها رئيس جمهورية لبنان ليكون رئيس لإلها وليكون ببراك كرمال لإلها بيقدروا يعينوه بسوريا وبيقدر مجلس النيابة السوري يصوت له بس مش مجلس النيابة اللبناني وهيدا ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. نور المجد تشير الغالي على الراي صفوا حتى رجالك يتحدوا الليالي أمي صليب على الراي يتحقق حلم المشير أشرفي البداية بداية المشير وعد يا لبنان.